continue avec la correction du concours d'accès de la première année pour l'accès à la première année de médecine dentaire, concours de Rabat 2015. Donc on a déjà répondu à la première question. Il nous reste la deuxième question. Ils nous disent que un est une fonction de n. Donc, soit l'expression A, ou bien l'expression B, ou bien l'expression C, ou bien l'expression D. Donc, on va essayer de trouver une valeur de ces. Dans la première question, on a démontré que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 4. Donc, Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison. Donc ces questions, ils sont enchaînés, donc il vaut mieux se concentrer dans la première question, parce que si la première question est fausse, on ne peut pas continuer la deuxième question, parce qu'on va utiliser la réponse de la première question, on va l'utiliser dans cette question. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q est égale à 4. On l'a démontré dans la première question. Vous pouvez voir les autres vidéos. Donc, Vn est une suite géométrique. Suite géométrique, cela qu'est-ce que veut dire? Je nomme un tableau Vn متتالية هندسية. Suite géométrique. Déjà, on a établi que I0 égale 1, je pense. Je vais vérifier. Donc, I0 est égal à 1. On a démontré que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 4. Bah, في السؤال اللي قبل بلي Vn متتالية هندسية و la raison ديالها Q هي 4. يعني شنو معناتها هذا؟ معناتها بلي Vn plus 1 على Vn تساوي Q و لا Vn sur Vk هي Q à la puissance n moins k. و إلا كانت Vk donc V0 شحال خرجناها بعدا؟ دونك V0 عطاونا V0 ولا ما عطاوناش؟ دونك V0 نقدر نحسبوها، ما عندناش مشكل فيها. دونك V0 غادي نديرو هنايا، حنا لو بيت ديالنا باش نديرو واحد العلاقة بين UN اون فونكسيون دو N، يعني UN اون فونكسيون دو N، هادشي اللي بغينا نوصلو له، هاد هو لو ريزلتا ديالنا، ولكن UN عندها علاقة مع VN، دونك غادي نحاولو نديرو VN اون فونكسيون دو N باش ندخلوها في UN، دونك V0، VN اكوا تيكال، VN شحال تساوي؟ VN لي دوني هي، دونك VN هي UN أوسي 2 إي إن أوسي 2 على 3 ناقص إي إن أوسي 2، وعلما أن إي صفر تساوي 1، دونك هنايا في إن، دونك في صفر تساوي إي صفر أوسي 2 على 3 ناقص إي صفر أوسي 2. هي إي صفر هي 1 أوسي 2 على 3 ناقص 1 أوسي 2، هي 1 على 3 ناقص 1 هي شحال؟ دونك 3 موان 1 سي 2، دونك سي 1 دومي.
Donc c'est un demi. Donc V وس في صفر تساوي واحد على اثنان. علاش حنا بغينا في صفر؟ لان هنا ان في ان على في كا تساوي كي اس ان ناقص كا. واذا كانت كا تساوي صفر يعني في ان على في صفر تساوي كي ان ناقص صفر يعني كي اس ان. يعني في ان تساوي كي اس ان في في صفر. وحنا عندنا كي شحال لقيناها؟ كي لقيناها أربعة. دونك في ان هي أربعة اس ان في في صفر في واحد على اثنان. دونك هي في ان تساوي واحد على اثنان في أربعة اس ان. وحنا عندنا ديجا في ان كم تساوي؟ في ان هي يو ان اس 2 على 3 ناقص يو ان ناقص يو ان اس 2. احنا الهدف ديالنا كما قلنا هي يو ان. شنو هو السؤال؟ يو ان اون فونكسيون دو ان، يعني بغينا يو ان اون فونكسيون دو ان. و في ان كم تساوي؟ في ان غادي نخليوها دابا، هاد في ان ما غاديش نخدشو فيها، غادي نخليوها هكذا. غادي نلقى واحد العلاقة، لأن حنا الهدف ديالنا يو ان بدلالة ان. غادي نحاولو هاد في ان نلقاوها بدلالة ان، ولكن حتى نقلعو هاد المقام هنايا، غتولي لنا يو ان اس 2 تساوي في ان في 3 ناقص يو ان اس 2. دونك يو ان اس 2 تساوي 3 في ان ناقص في ان في يو ان اس 2. دونك يو ان اس 2 زائد في ان، هادي جبناها لهنا، زائد في ان في يو ان اس 2 تساوي 3 في ان. دونك يو ان اس 2 في، غادي عندنا عامل مشترك يو ان اس 2 في واحد زائد في ان تساوي 3 في ان. يعني يو ان اس 2 تساوي 3 في ان على واحد زائد في ان. اذا احنا بدينا نقربوا الهدف ديالنا، ها هي يو ان فونكسيون دو ان، ولكن عاد باقي عندنا في ان. في ان قلنا هي واحد على اثنان، يعني غادي نستعملوا هاد النتيجة وهاد النتيجة. دونك يو ان اس 2 بليتو يو ان تساوي جد مربع 3 في ان على واحد زائد في ان. دابا غادي عاد نعوضو هاد في ان، في ان او في ان تساوي واحد على اثنان اربعة ان، واحد على اثنان اربعة اس ان. غادي نعوضوها هنا. دونك اذا يو ان تساوي 3 3 في 1 على 2. هنا قلنا 4 في 4 اس ان على 1 زائد 1 على 2 4 اس ان. دونك 3 في 4 اس ان 3 على 2. غادي نوحدو المقام، يعني يو ان تساوي 3 على 2 في 4 اس ان على، غادي نوحدو المقام، 2 زائد 1 في 4 اس ان على اثنان. يعني هنا عندنا واحد على اثنان، واحد على اثنان، هي يو ان. غادي نوضحوها هنا، تساوي جد مربع 3 في 4 اس ان على اثنان على 2 زائد 4 اس ان على اثنان. دونك هذه تساوي
يا باينه، ولكن غادي نوضحها لكم بوضوح مفصل. واحد على اثنان في ثلاثة في أربعة أس إن، على واحد على اثنان في اثنان زائد أربعة أس إن. غادي نختزلو هذه مع هذه، تولي لنا زوج زائد أربعة أس إن، زوج زائد دونك أربعة أس إن زائد اثنان. دونك 2 بليس 2 على بويسونس ان. شوفوا النتيجة، انا هي اللي النتائج اللي عطاونا. دونك 2 زائد 4 اس ان، وحنا قادرين نوصلها في 3 4 اس ان. جو بونس هي السي هي دونك تساوي، دونك اي ان تساوي جي المربع 3 في 4 اس ان على اثنان زائد أربعة أس إن. وهاد النتيجة اللي لقيناها هي أظن هي السي. هنتأكدوا دونك سي، سي هي ثلاثة في أربعة أس إن على اثنان زائد أربعة أس إن. دونك هي هادي، دونك لو بون ريزولتا et c, c'est-à-dire racine de 3 fois 4 à la puissance n sur 2 plus 4 à la puissance n. Donc maintenant سؤال الثالث والرابع، بقينا غير السؤال الثالث. وحاولوا تراجعوا هذا السؤال الثاني، ولكن بديو بالسؤال الاول، لان السؤال الاول بالنتيجه نتاع السؤال الاول باش غادي تقدروا تخدموا سؤال الزوج. والا كانت شي ملاحظات مرحبا. دونك سي فوز ابريسي سيت فيديو، فولا لايكي فولا بارطاجي افيك فوز امي، اي على لا بروشين.